الحمد لله. طبعا ماتش زمالك انتوا عارفين طبعا ماتش بطوله خاصه، الزمالك اختلف اختلاف تام وكلي السنه دي عن السنه اللي فاتت. فرقه منظمه، فرقه محترمه جدا، عندهم محترف تونسي عالي، احسن لعيب في افريقيا. الحمد لله رب. الماتش كان صعب جدا، 3-2 السكور ايكوال لغايه اخر بونت. كنت عارف كويس قوي ان نادي الزمالك بيلعب قدام النادي الاهلي قوي مهما كان بقوه، عندهم عوامل خبره كتير متمثله في اشرف ابو الحسن. طبعا انا استخدمت كل الاوراق اللي عندي، كلهم رجاله الحمد لله. الولاد ادوا ماتش عالي جدا، خصوصا احمد سعيد. الماتشات الجاية عندنا سموحه بكره ماتش برده صعب. الثلاث ماتشات دول اللي هو زمالك سموحه جيش ماتشات صعبه جدا. سموحه طبعا فرقه تقيله مش سهله، وعندنا اجازه يوم الثلاث ويوم الاربع ان شاء الله عندنا ماتش الجيش. احنا لعبنا خمس ماتشات كسبناهم الحمد لله مع الطيران وسبورتنج. الحمد لله ربنا اكرمنا النهارده في مباراه قويه جدا بين الزمالك والاهلي، ودي يعتبر اول احتكاك قوي ما بين فرقتين قواي وهم قطبي الكره الطايره في مصر. والحمد لله ربنا اكرمنا واستطعنا ان احنا نفوز على المباراه، وكانت مباراه صعبه شويه لكن الحمد لله عديناها بفضل الرجاله اللي معانا. وطبعا يعني هارد لك لنادي الزمالك في المباراة، أدى أداء جيد جدا معانا الحمد لله. إحنا خبرتنا أعلى شوية فربنا أكرمنا الحمد لله. لا إن شاء الله ربنا هيكرمنا، الماتش ده فتحة خير بالنسبة لنا إن شاء الله بإذن الله نفوز على سموحة، وعندنا الجيش يوم الأربع. لكن ده استعداد لينا برضو عشان أفريقيا 25/3. إدارة النادي ما بخلتش علينا وطلعت الفريق معسكر، مجلس الإدارة يعني مشكور بقيادة الكابتن محمود الخطيب. الفرقة طلعت معسكر بولندا 10 أيام قبل بطولة أفريقيا. إن شاء الله احنا بنوعي جمهور النادي الأهلي إن احنا نحقق نصر كبير السنة دي في الكرة الطايرة على مستوى الدوري ومستوى أفريقيا ومستوى الكاس، وده اللي احنا بنتمناه إن شاء الله. طبعا ماتش جامد جدا، طبعا ماتش عصبي جدا، خمس اشواط. بشكر ربنا الحمد لله على الفوز، بشكر اللعيبه، بشكر الجهاز الفني، وبارك جميع الاهلي. طبعا زي ما حضرتك عارف ده ماتش اهلي وزمالك، ديربي سواء في الكوره سواء في السله سواء في الطايره. الحمد لله ربنا وفقنا، ماتش جامد جدا والحمد لله خطوه هي واحده واحده ان شاء الله عشان نسترد الدوري تاني باذن الله. طبعا فريق الزمالك محترم ان شاء الله، عندنا سموحه وعندنا الجيش، طبعا معاهم الطيران، هناك اربع فرق موجودين في الثمان فرق موجودين. ربنا يسهل الخطوه اهيت ان شاء الله، عندنا بكره خطوه ثانيه والجيش ان شاء الله خطوه بعد كده، وان شاء الله نخلص الدور الاخير باذن رب العالمين. النهارده ماتش صعب جدا، طبعا ماتش اهلي وزمالك على طول صعب، وكمان ده يعني احنا لسه في بدايه المشوار بتاعنا، كان اول ماتش جامد نلعبه، اول اربع ماتشات كانوا طبعا في المتناول، كان ماتش صعب جدا. لا مش اجمل ماتش، ودلوقتي عندنا الماتشات الجامده، زمالك في سموحه في الجيش، احنا لعبنا الاربع فرق المفروض يعني من اللي تحت شويه، فالنهارده كان اول ماتش جامد، كان ماتش صعب جدا طبعا علينا، هم لعبوا بحافز قوي جدا والحمد لله قدرنا نكسب الماتش. متوقع طبعا ان هم الزمالك فرقه محترمه جدا السنه دي، جايبين محترف واخد احسن لاعب في افريقيا في بطوله افريقيا الاخرانيه. طبعا وجاهزين وعاملين ماتشات كويسه جدا، فكان ماتش في الملعب طبعا. وبكره ان شاء الله عندنا ماتش سموحه، فيعني نحاول نروح دلوقتي نريح، ان الماتش هيجي بكره الساعه 4 بدري كمان، فان شاء الله نكون يعني نريح كويس ونعرف نكسب بكره، وبعديه يبقى في يوم راحه، وبعديه ماتش الجيش طبعا. المفروض الجيش يعني اقوى فرقه احنا والجيش، الماتش برده طبعا جامد جدا وصعب جدا، وربنا يكرمنا ان شاء الله.